لا أطيل عليكم إن شاء الله، غدا إن شاء الله يكون إطالة أكثر. الآن نراجع ما أخذنا ثم ننظر لو بقي شيئا من الوقت نكمل. ما لا أخذنا؟ ها بسم الله، لكن متواقف. نعم بسم الله. قسمنا الكتاب إلى عشرة أقسام. لماذا؟ حتى نتصور الكتاب بأكمل، لأنك إذا تصورت الكتاب الآن تتشوق للدراسة، لأنه بعض الناس يبدأ الكتاب التوحيد تقول خلاص تعلمت كتاب التوحيد الحمد لله، شهادة زور. يحضر معنا درس واحد يقول ختمت كتاب التوحيد، خطأ. مثل اللي يأتي ختم القرآن مثلا على القول بختم القرآن بدعة وكذا، لا يحضر ويأتي ليلة الختم يقول ختمنا القرآن، كذاب. نعم. القسم الأول المقدمة تحتوي على باب خمسة، القسم الثاني تفسير التوحيد، والثالث الأدلة والبراهين على بطلان عبادة ما سوى الله، والرابع لا لا اسمع سبب كفر بني آدم، والخامس تحت حجة من يقول أن الشرك لا يقع في الأمة وفي الجزيرة العربية، الأعمال الشيطانية، أعمال القلوب، الأسماء والصفات، المناهج اللفظية، والخاتمة. غدا تعيدها بإذن الله. أجلس. ماذا أخذنا؟ ها قم أوقف. الأبواب الخمسة الأولى متواضعة. نعم. باب وجوب التوحيد، وهذا نحن وضعنا ترجمة أو تبويب لهذا الباب. لماذا؟ لأن الأبواب تجتمع به، وهو حذف التبويب حتى يعلق الناس بالكتاب والسنة. وجوب التوحيد حتى تتشوق فضل التوحيد، وتحقيق التوحيد حتى تحقق، ومن تحقيق الخوف من ضده، ومن تحقيق الدعوة إليه. ثم جاء بباب حتى يشرح لك التوحيد الذي وجب عليك وتشوقت إليه، ولا بد من تحقيق والخوف من ضده والدعوة إليه. نعم إخواننا، ماذا أخذنا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. وين الشباب؟ أصحابك وين؟ الأولاد خلينا نشاركوا. أين هو؟ طيب نعم نعم أخي. كيف نشرح الكتاب باختصار؟ الآن عندما تقدم رسالة الدكتوراه والماجستير مثلا أو أي بحث من البحوث، يقول لابد تضع إيش؟ خطة بحث، صح؟ تمشي عليها. فعندنا الخطة التي سنمشي عليها بإذن الله تعريفات والتقسيمات وربط الآيات والأحاديث مع الباب، والباب مع الكتاب. أي شرح اعتمدنا؟ شرح من؟ شرح من لكتاب التوحيد اعتمدنا؟ أي شرح؟ نعم شرح من؟ القول المفيد، شرح كتاب التوحيد للشيخ بن عثيمين. لماذا؟ لأن هذا الكتاب هو في الحقيقة ليس بتأليف مكتوب، لا، في الأصل هو تفريق، راجع الشيخ واعتنى به وكذا. فنحن الآن نقرأ قراءة أو ندرس؟ ندرس، فهذا الشرح أفضل لنا، مفهوم؟ أي نعم. شروحات كثيرة على كتاب التوحيد. نصيحة والله أعلم، لا تقرأ إلا القول المفيد. تقرأ شرح بن عثيمين رحمه الله للأصول الثلاثة، للقواعد الأربع، لكتاب التوحيد، للواسطية، سهل العلم يمشي معك، البلوغ، زاد المستقنع. انتهيت من الشيخ بن عثيمين رحمه الله، ترجع إلى شرح آخر إن استطعت. لأنك الآن لو تقرأ شرح بن عثيمين رحمه الله تعالى، ثم تقرأ مثلا شرح الشيخ الفوزان حفظه الله، هذا تعريف وهذا تقسيم وتختلط عليه، مثل ما يدرس بعض الطلاب هذان الأيام الآن فقه المقارن، أو يقرأ بداية الطالب، لا بداية إيش؟ المجتهد. لا صعب. طيب التدرج في العلم، من طلب العلم جملة ذهب عنه جملة، تمام غيره. نعم أي نعم. لماذا اخترنا دراسة هذا الكتاب؟ نصيحة العلماء مشتمل على الأدلة من الكتاب والسنة. ذكرنا أن تريد تحفظ أي متن من المتون لابد تنظر إلى عناية العلماء بهذا الكتاب،
وأسهل شيء تستطيع ترد على بعض الناس أنه في عندنا بعض الكتب اليوم, بعض الكتب يقررها بعض الناس أنها تحفظ. مثلا نقول هل هذه الكتب موجود منها نسخ؟ هل شرحت عليها خدمة؟ هل توجد في كل بلاد من البلدان؟ صح أو لا؟ حتى أحفظ هذا الكتاب مثل بلوغ المرام, صح, مثل 40 النووية, مثل كتاب التوحيد, مثل العقيدة الواسطية. ممكن تأتي في دولة لا تجد فيها أي نسخة من الواسطية, صح, لكن لا يمكن ألا تجد إنسان لا يحفظ هذا المتن أبدا, ما يمكن, لا بد تجد, مفهوم؟ أي نعم. طيب غيره, ها الشهر وانت واقف الشهر ذكرنا أن العداوة لو تبحث تجد أن سبب العداوة في شيء واحد وهو التوحيد. سبب العداوة للشيخ محمد بن عبد الوهاب التوحيد. عندنا بعض العلماء دخل يوم من الأيام على أمير من الأمراء, أمير من الأمراء من أي دولة كان, فقال له هذا الأمير, قال يا فلان يا شيخ احذر من فرقة ضالة مضلة. قال ما هي؟ قال الفرقة الوهابية. فقال هذا الشيخ عنده حكمة, فقال لهذا الرجل للأمير هذا, قال هل تعرفهم؟ تعرف هذه الفرقة؟ قال لا, أنا سمعت عنها ولهذا أحذرك منها. قال اسمع, الوهابية أنا وأنت, كل من يعلم الناس التوحيد ويحذر من الشرك ويعمل بالتوحيد ويبتعد عن الشرك يقال عنه وهابي. عرفتهم؟ قال جزاك الله خير. نعم, لابد يا إخواننا لابد نعلم الناس. ويحكى أن رجلا في دولة من الدول كان يسب الشيخ محمد بن عبد الوهاب, فجاء الإنسان وقطع غلاف المكتوب فيه كتاب التوحيد محمد بن عبد الوهاب وقدم هذا الكتاب وقرأ وقال ما شاء الله هذا كتاب عظيم, من المؤلف؟ قال محمد بن عبد الوهاب. شيخنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب العقيل, أسأل الله سبحانه وتعالى يمده بالعافية يا رب, كان لديه دورة في السودان, فاسم الشيخ محمد بن عبد الوهاب العقيل, فعندما كتبوا الإعلانات في السودان فأهل السودان بعضهم يعني البعض ليس الكل قال محمد بن عبد الوهاب ذاته جاي السودان. هذا مصيبة في السعودية وما سلمنا منه يأتي حتى السودان. نعم, ما أخذنا. نعم أخذ فضل العلماء ونسير على طريقة هؤلاء. طيب الآن مقدمة ذكرنا فيها وجوب التوحيد أوجب الواجبات, وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يعبدون يوحدون. كل عبادة في التوحيد معناها, كل عبادة في القرآن معناها التوحيد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا ليوحدون, واعبدوا الله وحدوا الله. العبادة هي التوحيد, ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم, لأن الخصومة فيه, ما الخصومة فيه؟ تخاصم النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار في أي توحيد؟ توحيد العبادة. الثاني قلنا باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب, والتوحيد له فضائل كثيرة, وتحقيق التوحيد قلنا حتى نحقق نقتدي بمن؟ بإبراهيم عليه الصلاة والسلام. إن إبراهيم كان أمة, أمة يعني إماما يقتدى به في أقواله وأفعاله وفي اعتقاده. إن إبراهيم كان أمة قانتا كثير الطاعة مع الدوام عليها, لله إخلاص, حنيفا مقبلا إلى الله مبتعدا عن الشرك, ولم يكن من المشركين البراء من الشرك وأهله, شاكرا لأنعمه, لأن النعمة ابتلاء وتحتاج إلى شكر, وليس الإشكال في حال السراء, حال الضراء, الإشكال كل الإشكال في حال السراء
وقليل من عبادي الشكور. إذن لابد من الاقتداء بإبراهيم عليه الصلاة والسلام في أمور ستة: قانتا، إمام يقتدى به، وكثير الطاعة مع الدوام عليها، إخلاص، براءة من الشرك وأهله، شاكر لأنعمه، إيش بقي؟ حنيفا مقبل الله، مدبر عن الشرك، جزاك الله خير. ما أضافه الله سبحانه وتعالى لنفسه ينقسم إلى قسمين. أي شيء يضيف الله سبحانه وتعالى إلى نفسه ينقسم إلى قسمين: إضافة أعيان وإضافة أوصاف. كل عين قائمة بذاتها منفصلة عن الله هذا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. كل عين قائمة بذاتها منفصلة عن الله هذا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. إلى خالق. إن أرضي واسع، عين الأرض، نعم، هذا من إضافة المخلوق إلى خالق. عيسى روح منه، أي روح من الأرواح التي خلق الله وأضاف لنفسه تشريفا. وطهرا بيتي، البيت عين قائمة بذات مفسر عن الله، تمام، هذه إضافة أعيان. الثاني إضافة أوصاف، وهذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف غير مخلوقة. كل صفات الله سبحانه وتعالى، مفهوم؟ الرحمن الرحيم الحي القيوم، نعم. يقول العلماء رحمهم الله أن خوارق العادات أربعة، يعني هناك أشياء تأتي على خلاف ما اعتاد الناس. يعني هذا الأخ يعني الآن لو طير في الهواء بيديه اعتاد الناس هذا؟ لا، لكن يمشي من هنا للجامعة الإسلامية في ساعتين مثلا، طبيعي جدا، ممكن هذا يقول أنا أمشي في ساعة، صح؟ نعم، يمشي إلى مكة مثلا في 10 أيام، ممكن، نعم، لكن يمشي إلى مكة برجليه في نصف ساعة؟ لا، يصلي المغرب في والعشاء في مكة؟ ما يمكن. طيب، خوارق عادات يقولوا أربع، خوارق العادات كم؟ أربع. أربع. الأول آية، والشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يقول لا تأتي بقول معجزة. لماذا؟ لأنه قال هذا هو الذي جاء في القرآن آية، لأن المعجزة قد يعجز عنها بعض الناس وتكون للدجالين آية. والآيات انتهت بموت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أي إنسان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عندي آية، نقول هذا كفر أكبر وانتهى الأمر. واحد، آية تكون للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. الثاني، كرامة تكون لأولياء الرحمن، من كان مؤمنا تقيا كان لله ولي. الثالث، معجزة وفتنة واستدراج، وتكون لأولياء الشيطان، لا إيمان ولا تقوى، الصلاة والسلام. الرابع فضيحة، الرابع فضيح، كيف؟ نسأل الله السلامة، كل من كذب على الله يفضح في الدنيا قبل الآخر، مسيلمة. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي رضي الله عنه أنه بصق في عينيه ودعا له فبرئ كأن لم يكن به وجع. آية في الحديث هنا، الآية الأولى هذه. الآية الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم فتح خيبر، تفتح غدا خيبر، يفتح الله على يديه. لكن أخواننا الصحابة ما التفتوا لهذا، ما التفتوا للفتح، لأنهم لم يخرجوا للغنيمة، لم يخرجوا إلا للآخرة. قال لهم النبي يا أخواننا خيبر أموال، نعم أموال غنيمة. الصحابة رضي الله عليهم لم يلتفتوا لهذا الفتح، لم يلتفتوا للدنيا، فبات الناس يدوكون ليلتهم، كلهم يرجو أن يعطاها. إلى ماذا يلتفتوا؟ محبة الله سبحانه وتعالى. فقال أين علي؟ سبحان الله، تحقيق الصحابة للإيمان بالقضاء والقدر. لم يقل واحد من الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله علي مريض ونحن تعبنا وتفكر، صح؟ لا، اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك.
جاءوا لرجل جاءوا لمسيلمة برجل في عينيه رمد مرض، ممكن تقرأ على مريض يضرب وممكن لا يضرب، قرأ عليه ذهب بصره، نفاق نصر عافية السلام، فضيحة. النبي صلى الله عليه وسلم كان بالمدينة بئر فيها ماء قليل، قال يا رسول الله ادعو الله أن يبارك لنا في هذا الماء. دعا النبي صلى الله عليه وسلم وبصق في الماء في البئر، وإذا الماء يزيد. مسيلمة قال له عندنا بئر، تعال. جاء تمتم وبصق جف البئر، فضيحة نصر عافية السلام. هذا ميزة غلام أحمد قدياني، الدعوة القديانية إلى يومنا هذا تنتشر، وبعضكم يعرف أنها تنتشر، نعم عندكم هناك، ولا يحرك ساكنا ولا يدعو. ميزة غلام أحمد قدياني هو مؤسس الفرقة القديانية، مات أكرمكم الله في الحمام، فقالوا لأتباعي، قال أهل السنة طبعا لأتباع هذا، قالوا تقولوا أن هذا نبي، كل نبي يدفن حيث قبل، هذه فضيحة نسأل الله عليه السلام. نعم، فهذه خوارق العدد كم؟ أربعة، آية قلنا آية أفضل، وكرامة ومعجزة وفتنة واستدراج لأولياء الشيطان، وفضيحة نسأل الله عليه السلام. التوكل هو صدق الاعتماد على الله سبحانه وتعالى مع الثقة به والأخذ بالأسباب المشروعة، ثلاث أشياء حتى تحقق التوكل: صدق وثقة وأخذا بالأسباب، صادق في اعتمادك على الله، واثق لا شان، آخذا بالأسباب المشروعة للممنوع. هم الذين لا يسترقون، لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية، إذا طلبت الرقية من غيرك تخرج من 70,000، تقرأ على المرضى لا تخرج. أنا الآن جاء الشيخ محسن وقرأ عليه وأنا لم أطلب، أنا لا أخرج وهو لا يخرج، لكن الذي يطلب يخرج. لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية ولا يكتوون الاكتواء، يأخذ قطعة من الحديد يضع على النار ثم يكوي بها المريض في أماكن معلومة عندهم للعلاج، ولا يتطيرون. التطير سيأتي معنا من الشرك الأصغر، هو التشاؤم بمرئي أشياء يراها، أو مسموع أشياء يسمعها، أو معلوم أزمنة وأمكنة ألبسة أرقام ستأتي بإذن الله تعالى. لماذا لا يطلبون الرقية؟ ولماذا لا يكتوون؟ ولماذا لا يتطيرون؟ على ربهم لا على غيره يتوكلون صدق اعتماد على الله مع الثقة بالأخذ بالأسباب المشروعة. في الحديث قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. أدب أخواننا طلاب العلم حتى في المنطق في الكلام لابد تتأدب. إيش دليلك؟ إيش دليلك يا أخي؟ قال: قد أحسن. قال: ما حملك على هذا؟ شوف كلام أدب. قال: ما حملك على هذا؟ قال: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ أدب صح؟ إيش دليلك؟ أنا أعرفه قبل أن تولد، يقول أنا أعرف هذا وكذا مثلا، تعلمني الآن بالدعوة. قال: ثم رد عليها رد بأدب، ما قال أنت يعني كذا وأخطأت وأخذت بالمرجوح وكذا، قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس. ها إسناد مفهوم؟ أي نعم، أدلة، ليس قال فلان قال علة. قال: وما حدثكم؟ فالحديث الأول لا يخالف الثاني، لا رقية إلا من عين، العين الحسد أول ذنب عصي به الله سبحانه وتعالى كان بسبب الحسد. أو حمى، الحمى لدغة كل ذات سم حية أو عقرب، حمى ليست الحمى، الحمى سيأتي معنا في يده خيط من الحمى يعني من ارتفاع درجة الحرارة، الحمى تؤدي إلى الحمى، لدغة ذات السم تؤدي إلى إيش؟ لا رقية يعني لا علاج ولا دواء أنفع في
في العين والحمى من الرقية الشرعية مع ثبوت الرقية الشرعية في السحر وألم البطن وغيرها، صحيح؟ نعم. لا رقية إلا من عين أو حمى. الصنم والوثن، الوثن عام، ما عبد على صورة وعلى غير صورة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري صنما، لا وثنا. والصنم ما عبد على صورة، واجنبني يعني يا رب اجعل عباد الأصنام في جانب وأنا في جانب آخر. ومن بركة دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه لم يأتي نبي من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلا من ذريته، ومنهم نبينا عليه الصلاة والسلام. غدا إن شاء الله أريد منكم الآن، فقط أخذنا قسم أول، تراجعوا الأبواب الخمسة، يوجد اختبار تكتبوه، وغدا نتناقش في أسئلة الاختبار، أسئلة سهلة. إذا أشكل عليك سؤال أو كذا ممكن تدخل عندنا على الموقع، تفتح اختبار كتاب التوحيد، تختبر، والكمبيوتر يصحح لك التوحيد، نعم صح أو خطأ، ثم بعد هذا تأتوا غدا إن شاء الله ونراجع. مهم جدا يا أخواننا، والله لو أردتم بإذن الله، أسأل الله التوفيق السداد، أنا أشرح كتاب التوحيد الليلة أكمل الكتاب، لكن من يستفيد؟ أنا أريد أخواننا نتعاون. مرة اعتبر هذا الشرح فقط تشويق لكتاب التوحيد، بعد شرح مرتين ثلاثة حتى يرسخ. بن باز رحمه الله يقول عشرات المرات. تريد تضبط كتاب التوحيد في جلسة واحدة؟ لا، نحن الآن شوقكم كتاب التوحيد شيء فشيء حتى تضبط الكتاب بإذن الله تعالى. طيب، مهم جدا الحفظ، تمر إذا لا تحفظ لا إشكال، اقرأ الأبواب الخمسة قراءة، وغدا حضروا لي الأبواب التسعة قراءة. غدا عندنا أبواب تسعة، ممكن نأخذ قسمين غدا إن شاء الله تعالى، تحضروا لنا الأبواب وتكتبوا الاختبار، الله يرضى عنكم. يعني نريد نتعاون مع بعضنا البعض. ايش اختبار الكتب؟ يعطوكم الان الكتب موجوده، لكن اخواننا طلاب العلم، الايمان بالقضاء والقدر وادب، عندما تاخذ الكتب لا ياتي طالب ياخذ كتابين او يقطع وياخذ نصف كتاب، بعضهم اخذ نصف كتاب وقال حصلت نصف كتاب الحمد لله. عيب والله اخواننا، عيب. خلاص انتظر الان الاخ يوزع لكم الكتب، حصلت كتاب؟ ما حصلت كتاب تتصل بالاخ محسن او تتصل بها والشيخ اسد تجد كتاب ان شاء الله تعالى. ما وجد كتاب الحمد لله موجود، هذا شو اسمه، تدخل على الموقع تنزل الكتاب والحمد لله. اما والله بعض الطلاب قطع الكتاب وقال ما حصلت نفس الكتاب، لا ما يصير يا اخوان. طيب، نحن ندرس كتاب التوحيد، نطبق العلم وكذا، على الموقع الأسئلة وفي الكتاب الأسئلة، والحمد لله أمور ميسرة. أحسن شيء أنك لا تجد كتاب التوحيد، تأخذ واحد من الطلاب وتتذاكر معه الآن وتحفظ، لأنه لا يوجد كتب بدون كتاب. الآن أنا لو أشرح لكم من كتاب إيش تقولوا؟ تقول احفظ أنت أولا، صح؟ أي نعم. طيب، أنا بشر مثلي مثلكم الآن، أراجع أحضر أحفظ والحمد لله. أنت تظن أنا إمام؟ لا، يعني الآن بعض الطلاب في الفرائض أنا أصحح لهم، أخذ دفتر خطأ خطأ خطأ، يقول كيف تحفظ المسائل؟ هذه المسائل أنا أخطأت فيها لهذا ما أنساها، فهمت الشيخ؟ لا تظن أن المسائل هذه حللتها، لا، أخطأت فيها لهذا قبل أن أأتي وصحح للطلاب أراجع في دفتري. أراجع في ماذا؟ في أخطائي. أنا ما أراجع الصواب، أراجع المسائل اللي أخطأت فيها، هذا المهم. أنا المسائل أصبت فيها ما في إشكال، المسائل اللي أخطأت فيها يأتي هذا يعطيني دفتر، أنا أعرف خطأ 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 خطأ، خلص الحمد لله. فأخواننا نراجع نحفظ نضبط، مذاكرة. السلف كانوا يتذاكر العلم فيما بينهم. طيب، وانت ماشي تشغل
شرح الشيخ بن عثيمين رحمه الله القول المفيد على كتاب التوحيد. من هنا لغدا بإذن الله يكون ختمت الأبواب الخمسة وزيادة. طيب، أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم. جزاكم الله خيرا.